والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا صحابي، اخباركم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. رجعنا لكم النهارده في فيديو جديد من اعدادات الهيد شوت. وقبل بداية الفيديو يا صاحبي، لو انت مليت ومش لاقي اعدادات الهيد شوت بالنسبة لموبايلك، اكتب موبايلك في التعليقات وابعتوا لي في رسالة على انستجرام، وانا هعمل لك فيديو بشرح فيه الاعدادات الخاصة بجهازك. وفي الباقي ده يا صاحبي، ما تنساش تشارك القناة مع اصحابك عشان الكل يستفيد. ومن غير ما اطول عليكم، يلا بينا على الاعدادات. Taking you to Malibu tonight. Hop in, baby, we can take a ride. ودلوقتي يا اصحابي، بعد ما شفت الاعدادات، انا طالب منك انك تطبق الاعدادات بالظبط وتدخل على مود التدريب تجرب الاعدادات. ولو واجهت اي مشكله يبقى السبب يا اصحابي في طريقه رفعك للايم يا صاحبي. ولو عاوز تعرف كل حاجه عن الايم وكيف ترفع الايم، انا عامل فيديو في القناه فيه شرح كامل، بس انا ممكن اديك نبذه بسيطه دلوقتي يا صاحبي. واللي ممكن يكون اختصار طريقه واحده يا صاحبي، انك ترفع الايم بطريقة نص دايرة وباتجاه راس الخصم. يعني زي ما قلنا قبل كده، اهم حاجة ان هو تكون بترفع الايم باتجاه راس الخصم، ويكون ده اللي هيفرق معاك حاليا يا صاحبي. ده لو حصلت معاك مشكلة في الاعدادات، جربت الاعدادات ودخلت تدريب وجربت اكتر من مرة، لقيت الاعدادات ما بتجيبش هيتشوت، بتبقى الغلط في الايم بتاعك يا صاحبي. فانت المطلوب منك لو لقيت الغلط ده، انك تظبط طريقة رفعك للايم، والاعدادات هتلاقيها مظبوطة معاك وكل حاجة. وبكده يا اصحابي كنا خلصنا فيديو النهاردة، وكان معكم عبد الرحمن من قناتكم خبرة، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.